يقول: هناك شخص محتار بين أن يستثمر ماله في بناء قصر أفراح ثم يقوم ببيعه، أو يقوم ببنائه واستثماره وتأجيره. سؤاله: أيهما أسلم لدينه؟ أسلم لدينه أن يتجنب قصور الأفراح، لأنها صارت الآن مباءات شر، إلا من رحم الله، صارت مباءات شر. ولو أنت ما أردت هذا، لا بد يجي فيها ناس يستثمر ماله في غير قصور الأفراح. نعم.